مؤخرا بتركيب تلك العدادات في محافظة الجهرة، مواكبة للعديد من دول العالم ومجاراة للتطور التكنولوجي. قامت وزارة الكهرباء متمثلة في قطاع شؤون المستهلكين باستبدال العدادات القديمة بالعدادات الذكية، حيث تم تركيب 12 عدادا في منطقة الجهرة، والتي حققت أهدافها المنشودة وبفعالية كبيرة. العدادات الذكية للسمارت ميتر تكون جلب القراءة عن بعد. احنا ركبنا بايلوت بروجكت في منطقة الجهرة، طبعا تبعد عن مبنى الوزارة هنا تقريبا حوالي 50 إلى 55 كيلومتر. اخترنا المنطقة هذه لأنها بعيدة عن المبنى، بحيث احنا نشوف عيوب ومميزات جلب القراءة عن بعد. بداية ركبنا 12 عداد في منطقة الجهرة في مبنى استثماري اللي هو عمارة، ومن تقريبا من 3 أشهر، والحمد لله المشروع ناجح وأثبت نجاحه في جلب القراءة، في عملية التحكم باللود، في عملية قطع التيار أوتوماتيكيا في حالة عدم دفع المبالغ أو لأي سبب آخر. في جميع الأحوال راح يكون الكنترول عن طريق الوزارة. هذه العدادات تعتبر من أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لحساب الاستهلاك الكهربائي في العالم، كما يأتي تركيبها كخطوة هامة من برنامج عمل وزارة الكهرباء التي تعمل على خدمة المواطن وراحته. هذه العدادات الذكية بسرعة إصدار الفواتير ودقتها. بداية العدادات تكون القراءة من العداد تطلع إلى الكونسنتريتر، الكونسنتريتر اللي هو مجمع أكثر من يكون موصول فيه أكثر من عداد. من الكونسنتريتر تطلع عن طريق شبكة الجي اس ام إلى الداتا كولكشن هنا موجودة بالوزارة، ومن الداتا كولكشن هنا إلى النظام، فتطلع تصدر الفواتير. ومن النظام من هنا نقدر نتحكم فيها، سواء بالقاطع، بالإيصال، في عملية تحديد اللود لكل مبنى او كل نوع مرفق، تحديد اللود له. المستهلك يقدر يطلع على فاتورته باي طريقه كانت، عن طريق الانترنت، عن طريق المسج حسابه، يقدر يشوفها كم، عن طريق الاس ام اس، باكثر من طريقه يقدر يشوف حساب ويقدر يدفع باكثر من طريقه. نجاح وزارة الكهرباء بتركيب العدادات الذكية هو توفير للجهد والمال وتعزيز للسهولة في العمل، وهو بحق انجاز يحسب لوزارة الكهرباء. ديما دحبل، تلفزيون دولة الكويت.